المحكمة الدستورية الإيطالية ومقرها العاصمة روما هي أعلى محكمة في إيطاليا، أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم كانت وجهة رئيس الجمهورية قيس سعيد ضمن زيارته الرسمية إلى روما، حيث التقى رئيس المحكمة جيان كارلو كوراجيو ومجموعة من أعضائها، وألقى محاضرة حول تاريخ مراقبة دستورية القوانين بحضور القضاة أعضاء المحكمة، كما استمع إلى عرض حول التجربة الإيطالية في هذا الشأن. وتحول رئيس الجمهورية إلى مقر مجلس الدولة الإيطالي في العاصمة الإيطالية، وأكد في كلمة له أن زيارته إلى هذه المؤسسة العريقة هي امتداد لعمق العلاقات وتقاطع الاهتمامات بين البلدين، مذكرا أن التعاون التونسي الإيطالي في مجال القضاء ليس أمرا حديثا، ومشددا على أهمية استقلالية القضاء الإداري في تحقيق دولة القانون. الركيزة الأساسية الأولى لدولة القانون هو استقلال القضاء، واستقلال القضاء الإداري على وجه الخصوص. حصل في تونس منذ سنة 75 إلى حد اليوم مشرف والتعاون المثمر بين تونس وإيطاليا وبين تونس والاتحاد الأوروبي مع أصدقائنا، والتعاون في الاتجاهين لا يمكن أن يكون إلا تعاوناً مجدياً، إلا تعاوناً يخدم فكرة القانون. وكان رئيس مجلس الدولة الإيطالي فيليبو غريفي ألقى كلمة استعرض فيها أوجه التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا في المجال القضائي من خلال تعدد الزيارات والمشاريع، وتوقف في هذا الشأن عند مشروع التوأمة بين المحكمة الإدارية التونسية ومجلس الدولة الإيطالي الذي تعطل بسبب الظرف الصحي العالمي. كان من المفروض أن يختتم مشروع التوأمة في جويلية القادم. نجاحه والمستوى الممتاز للعلاقات مع زملائنا التونسيين دفعنا للمطالبة بتمديده حتى أكتوبر لكي ننهي بأفضل شكل بعض الأنشطة الهامة من البرنامج، ما يتيح من ناحية أخرى للتنظيم مزيدا من الزيارات الدراسية للقضاة التونسيين إلى إيطاليا. وأعرب رئيس مجلس الدولة الإيطالي عن استعداد القائمين على هذه المؤسسة القضائية مواصلة وضع خبرتهم القانونية وتجربتهم في مجال القضاء الإداري للتعاون مع الجانب التونسي. لقاء رئيس الجمهورية مع ممثل مؤسسات دستورية وقانونية في إيطاليا يأتي تطويرا للتعاون الثنائي بين البلدين، وتجسيدا لرغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات الدستورية والقضائية. نعيمة عبد الله، التلفزة التونسية، من أمام مقر مجلس الدولة الإيطالي روما.